السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معكم عن الـiOS 13.3 نسخة تجريبية الثانية، قبل شوي نزلت اللي هي في نوفمبر 12. مثل ما نشوف حدثنا النسخة الحين، خلاص هذه النسخة نازلة، فراح نتكلم معاكم الحين شو الأرقام اللي تغيرت وكل شيء. طبعا النسخة نزلت على الايفون 11 برو ماكس، تقريبا كانت 295.9 ميجا بايت. فلو بنشوف البلت نمبر حقها، النسخة القديمة كانت 17C5032D، الحين 17C5038A. فراح مثل ما نشوف A وصلنا يعني تقريبا حق النسخة القريبة للنهائية. فتقريبا إذا كانت كذا فالايوس 13.3 يمكن ينزل نهاية الشهر هذا حق الكل، نهاية نوفمبر يعني، أو في نص نوفمبر. نص نوفمبر، احنا اوريدي في نص نوفمبر، اوكي نهاية نوفمبر الأسبوع الجاي ولا اللي بعده يعني. لو ننزل تحت نشوف الفرموير او لاقط المودم حق الشبكه، لو بنشوف التغيير، احنا كنا في 13.3 نسخه تجريبيه الاولى 1.03.04، الان 1.03.09 مثل ما نشوف. ففي تغيير برضو، راح نشوف قدام هل في تغيير عندي في الشبكه ولا لا، هل الكونكشن افضل اسرع ولا مش اسرع. طيب تغييرات، شيء يعني راح تلاحظونه، شيء راح تشوفوا انه في تغيير قوي ما في. طبعا بيتكلمون انه زادوا برضو الثبات حق البرامج اللي تطلع من الخلفيه، انه ما تسكر على الرام مثل ما نزلت عندكم في ال 13.2.2، نزلت ابل عدلت الحركه ذي، انك اذا طلعت من برنامج الخلفيه يرجع يشتغل ما يتسكر كامل، يقولون عدلوها افضل هنا. نشوف قدام. طبعا في حركه برضو سواها لك، ما ادري ليش انا ما فهمتها، لكن في 13.3 اللي عندي الحين النسخة التجريبية الثانية، إذا كنت شبكت بالايربودز الجديدة برو تقدر تخش بالبلوتوث هنا، تروح عليها بالضبط هي نفسها، تقدر طبعا مو موجودة يمي هي، تقدر تشغل نويز كونسليشن على الواحدة وانت لابسها. ليش؟ ما أدري يعني، تخيل انك تلبس واحدة تشغل نويز كونسليشن. طيب اوريدي ما راح يعزل لك الصوت لان اذنك الثانية مفتوحة، بس ما ادري ليش مشغلينها. المهم انه يقولون فيها نزلوا هذه الحركة، وما ادري ما فهمت، وانا ما اتوقع ان ميزه اصلا تكون ذي، لكن نشوف قدام الناس بيسوون فيها. ما ادري هل في اشخاص مثلا يبون يستخدمون واحده لان اوريدي اذنهم الثانيه مثلا فيهم في شيء اذنهم الثانيه ما يسمعون، ما ادري. في برضو خيار الثاني، البعض يقول نزل لهم موجودين اوريدي يعني على النسخة 13.2.2، والبعض يقول لهم يقولون ما نزل عندهم. انا ما نزل عندي لان ما كنت على 13.2.2، وبرضو 13.3 النسخة الأولى ما كانت موجودة عندي، أنا تو هنا طالعة، والبعض يقولون عندهم أصلا في النسخة التجريبية الأولى، ما أدري، ما أنا بفاهم أنا شنو، إلا وهي إنك لو رحت السيرش هنا، السجستد اللي هنا طالعين لكم، أول بس بحث ويطلع لك الترند تحت حق البرامج، الحين لا عندك سجستشن هنا يطلعون لك، أنا ما كان يطلع عندي هنا في أب ستور. هذا تقريبا كل شيء في النظام الجديد، هذا اللي نعرفه الحين، ما في شيء جديد قوي، ما في شيء يعني يشجعك انك تحدث، كلها تحديثات امنيه. في طابع سكيور برضه وسبورت حق اليو اس بي حق الايفون باللايتنينج، والان اف سي حق سفاري، وبرضه حق سفاري وهالاشياء، تحديثات خفيفه يعني ما بقويه، لكن هذه كل الاشياء. نشوف معاكم الانتوتو، نشوف معاكم السرعه. طبعا هذا الانتوتو النسخه الحين اللي حدثت، تحدث الانتوتو صار على شكل الايفون الجديد سبورت حق الايو اس 13، لكن حذف لي كل القديمين يعني، كنت انا اخش معاكم اقرر لكم النسخه الاولى والنسخه الثانيه مثلا، الحين لا حذف لي كل شيء، فما نقدر نشوف النسخه الاولى. برضو في مشكله في الانتوتو الحين، انه لا خليت على النظام الليلي ما يطلع لك الارقام هنا، الارقام باللون الاسود، فلازم نطفي النظام الليلي عشان يطلع لي عدل مثل ما نشوف. المهم مثل ما نشوف هذه النسخه، هذه الارقام، فتقريبا في فرق. لو بترجعون حق النسخة التجريبية الأولى اللي سويتها وتشوفون الأرقام الفيديو، مثل ما نشوف هذا الأرقام هنا، نشوف معاكم الجيك بنش 5. لو نخش برضو الجيك بنش 5 صار له تحديث وجاب العيد، غير كل شيء. خلينا نشوف السي بي يو، يعني بالترتيب كان الحين عفس لي كل شيء، صار هنا أكتوبر 23 أكتوبر اللي اليوم سويته، صار 12 نوفمبر هنا في الوسط، ما أدري ليش مسوي مثل الحركة. المهم هذه النسخة الأولى أول ما نزلت، وهذه الثانية اللي توها نازلة. فلو بتشوفون أنتم اللي بيشوف في فرق، هذه الأرقام معاكم موجودة، تقدرون تقارنون. النسخة الأولى في كل النواة
32 صفر 3 الحين 33 39 مثل ما نشوف. في السنجل نمر واحدة 13-27 الحين 13-32 مثل ما نشوف. ففي تغيير أرقام شوي فوق المية يعني، ها يمكن تلاحظ الفرق لكن ما بذاك الفرق الكبير يعني، لكن في فرق يعني، في تغيير للأفضل. هل إنك بتساعدك أو بتحسك إنك أوه شيء حلو؟ ما أدري، ما راح تحس بديك في الأداء، لكن أداء قوي الردي هو الجهاز يعني، ما راح تلاحظ زيادة على الأداء. فتقريبا هذا كل الفيديو، فكتبوا لي تحت في التعليقات اللي نزل النسخة 13.2.2 تقريبا الكل اعتبر هي يمكن تكون هذه أفضل نسخة حين موجودة في الاي او اس خلاص يعني، يمكن أبل كنسلت عدلات كل شيء فيها. فكتبوا لي تحت في التعليقات إذا عندكم مشكلة في 13.2.2 وشنو هي المشكلة. طبعا طلعت مشكلة برضو من الواتساب إنه يستهلك البرامج أو يستهلك البطارية في الخلفية، يشتغل بكتير لو تخشون إعدادات تنزلون على البطارية هنا راح تشوفون الواتساب هنا في الباكي جراوند يكتب لكم إنه مستهلك في البطارية كثير في الباكي جراوند. أنا طفيته من الباكي جراوند. كيف تسويها؟ تخش الإعدادات عام، إذا كانت عندكم المشكلة دي رفرش هنا وتطفون الواتساب من هنا، تشوفون برنامج الواتساب وتطفون عندكم. ف اكتبوا لي تحت التعليقات كيف السوفت وير معاكم 13.2.2، هل هو ممتاز ولا مو ممتاز، وهل تلاحظتوا في مشاكل ولا لا، هل تتوقعون انه خلاص هذا افضل نظام نزل عند ابل ولا لا. بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.